حلو جدا ان احنا نفكر نعمل فيلم او مسلسل عن الجن والعفاريت والسحر، ولكن لازم نخلي بالنا لحسن يتحول لحقيقه، ساعتها هتبقى كارثه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 3 دقايق. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن كارثه حصلت بجد اثناء تصوير مسلسل الكبريت الاحمر بطوله احمد السعدني وريهام حجاج. حصلت مشكله كبيره جدا، عرفنا من الكواليس ايه اسبابها. الكارثه اللي حصلت في مسلسل الكبريت الاحمر هي ان الكاتب في احدى الحلقات المفروض كان بيبقى فيه طلاسم بتظهر للبطل على الحمام، المفروض ان البطل بيخش يتفاجئ في لحظه ان في سحر بيتكتب له على المرايه بتاعت الحمام. بالفعل مهندس الديكور كتب الطلاسم اللي بعتها له مهندس الديكور، وعلى اساس ان هي هتظهر في المشهد. بعد ما ظهرت الطلاسم في الحمام واللي كانوا بيصوروا المشهد في فيلا في جمعيه عرابي في طريق السويس، قرروا ان هم يمسحوها. دخلت اداره الديكور ودخلت العمال عشان يمسحوا الكلام اللي اتكتب على المرايه، وفجاه مش عاوز يتمسح، وبدات حاله من الرعب تحصل للكاست بتاع المسلسل. حاولوا بشتى الطرق ان هم يمسحوا الطلاسم من على المرايه، ولكن كانت الكارثه ان الطلاسم مش عايز يتمسح نهائي. جاب مواد وتنر وحاجات كتير جدا فوق ما نتخيلها مش عاوزه تتمسح. استخدموا كل انواع المزيلات وكل انواع اللي ممكن الواحد يتخيلها عشان يشيلوا الطلاسم من على المرايه، مش عاوزه تتشال. الدنيا بدات ترتبك وبدا يبقى في مشاكل، لان الكلام شبه لزق وطبع على المرايه في الحمام، وبدات الموضوع يتحول ان هو بدا الطلسم بقى حقيقي، وبدا يبقى في حاله من الرعب غريبه حصلت جوه كواليس المسلسل. لحد دلوقتي ابطال المسلسل لما بيفتكروا المشاهد دي بتجيلهم حاله من الرعب وحاله من القلق. بعد كده اداره الديكور او المسؤولين عن الديكور قالوا احنا لازم نكسر المرايه، وهنا كانت المفاجاه. المرايه مش عاوزه تتكسر بكل انواع وكل اشكال اللي ممكن تتكسر بيها اي مرايه في الدنيا. جابوا صاروخ عشان خاطر يكسروا المرايه او يشيلوها من الحيطه، والمرايه ابدا مش عايزه تتكسر. قرروا ان هم طب يجوا تاني يوم علشان خاطر يجيبوا عامل يكسر. العامل حصلت له مشكله وحادثه وهو جاي في الطريق. طيب جابوا الصاروخ اللي هو بتاع التقطيع، وهم بيقطعوا العامل اللي كان في الديكور نفسه او كان في الفيلا حصلت له قطع في دراعه بسبب المرايه. التوتر زاد وبقت المشكله اكبر. المشكلة الحقيقية لما صاحب الفيلا عرف الكارثة الحقيقية اللي حصلت في فيلم الكبريت الأحمر اللي هو كان بيتكلم عن السحر أصلا. السحر بقى في المسلسل ما كانش سحر عادي، ده تحول لحقيقة، وبدأ التوتر أكتر زاد وبقت المشكلة كبيرة جدا. صاحب الفيلا قال لهم أنا ماليش علاقة، الموضوع ده لازم يتحل فورا ومش هينفع تسيبوا الفيلا بالشكل ده. المهم بعد مشاكل كتيرة وبعد كوارث وبعد أزمات، وأعتقد إن في اليوم دوت المسلسل اتفركش، كانت في مشكلة وكان في لخبطة كتيرة والمسلسل دخل في حالة توقفات كبيرة، لكن إدارة الإنتاج قررت إن هي تهد جزء كبير من الفيلا علشان خاطر يتفادوا الكارثة. معانا قصة مهمة جدا في الفقرة التانية من برنامج 3 دقايق ومحدش واخد باله منها قوي، وهي إن غرفة المنشآت السياحية قررت خلال الفترة اللي فاتت استمرار غلق الملاهي الليلية والكبريهات والبارات. تمام، ما عندناش خلاف لحد كده على إغلاقها، لكن اللي جاي هو الصعب. القصة بدأت معانا خلال الفترة اللي فاتت من خلال الخبر اللي اتنشر بيفيد بأن حسن شاكوش وحمو بيكا اتقبض عليهم. بعد أن بقى القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا في إحدى الفيلات الخاصة في منطقة المنصورية واللي هي قريبة من شبرمنت، عرفنا السبب. السبب هي أن أصحاب البارات وأصحاب الكباريهات وأصحاب الملاهي الليلية قرروا نقل نشاطاتهم لفيلل المنصورية وبرواش وطريق شبرمنت وطريق سقارة. البيزنس ده بيزنس خاص جدا محدش عارف عنه اي حاجه، لكن مصر يوم هتكشف لكم الحقيقه. الحقيقه هي ان غرفه المنشات السياحيه لما قررت ان هي تقفل البارات، اصحابها قرروا ان هم يدوروا على منطقه تاني يشتغلوا فيها. المنطقه الحقيقيه ان هم راحوها اللي هي الفيلل الخاصه البعيد جدا المتطرفه اللي محدش عارف اماكنها، فقرروا عمل حفلات هناك بنفس السيت اب اللي بقى موجود في الملاهي الليليه، ولكن المره دي من غير تصاريح ولا في اي رقيب عليهم ولا حتى حاجه تحميهم من الكورونا. البيزنس الخاص بالكبريهات والملاهي الليليه واللي اتنقل لفيلل المنصوريه بدا يتوسع بشكل كبير قوي في خلال الشهرين اللي فاتوا، وبدا يحقق ارباح قياسيه. سالنا مصدر واستطلعنا وعرفنا ايه السبب، فعرفنا ان الحفله بتتكلف في اليوم 150 ألف جنيه وبتوصل ل 200 ألف جنيه كتكلفه،
وبيحضرها عدد من الفنانين بيقضوا فيها فقرات زي حسن شاكوش وزي بيكا عمر كمال الفرق المهرجانات اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت وحتى في فنانين كبار بيروحوا بس مش هنذكر اساميهم. كمان من ضمن الرقصات اللي بتروح ليندا ومريندا وصافي نار. الحفلة اللي احنا قلنا عليها بتتكلف من 200 ل 250 الف جنيه بتحقق ارباح يومية من 350 ل 500 الف جنيه. سعر الترابيزة الواحدة واللي بتبقى مكونة من اربع افراد بتوصل في بعض الفلل ل 8000 جنيه وساعات التيكت للفرد الواحد بيوصل من 500 ل 1000 جنيه. كل سنه وانتم طيبين، كورونا خلصت زي ما حمو بيكا قال يوم السبت اللي فات. معانا في الفقره الثالثه والاخيره من برنامج 3 دقات وهي ان تامر حسني طرح من البوم خليك فولاذي 3 اغاني. الاغنيه الاولى وهي كانت اختراع واللي قدم فيها ديو مع محمود العسيلي، والاغنيه الثانيه وهي كانت ما بطلناش احساس واللي كسرت الدنيا سواء على النقد الادبي او سواء على النقد الجماهيري وعدد الفيوهات. الاغنيه الثالثه وهي فجاه افترقنا سرقنا من حضن. الفكره هنا ان تامر حسني في اخر اغنيتين من الثلاث اغاني اللي طرحهم من البوم خليك فولاذي صادف في نفس الوقت ان حسن شاكوش كان بيطرح معاه نفس اغاني. يعني مثلا لو جينا قلنا ان اغنيه ما بطلناش احساس لما جه طرحها طرحت معاه اغنيه بسكوته مقرمشه واللي كان حسن شاكوش تعاون فيها مع حماده مجدي. اما الاغنيه الثالثه من البوم خليك فولاذي وهي فجاه افترقنا برضه حسن شاكوش طرح في نفس الوقت اغنيه سلكه واللي قدمها مع ويجز. المفارقه هنا ان تامر حسني قدر ان هو يتغلب على اغاني المهرجانات سواء ان هو قدر يحقق جماهيريه بيها او نسب استماع او قدر ان هو حتى على اليوتيوب يعمل ترند قوي. يعني مثلا لو جينا في اخر اغنيه اللي هي فجاه افترقنا واللي تامر حسني حقق فيها حوالي 7 مليون في اول 4 ايام بنلاقي ان ويجز وحسن شاكوش حققوا 2 مليون. شكرا لكم، وكانت معانا الحلقه الثالثه من برنامج 3 دقات. اشوفكم على خير.